هل اصلا في حاجه اسمها طفل ذكي وطفل مش ذكي، ولا في طفل ذكي وفي طفل موهوب في حته تانية؟ في طفل عنده قدرات رياضيه ممكن ما تبقاش جسديه وبدنيه ما تبقاش عند غيره. هل النهارده انا بصنف الاطفال دول على اساس ايه؟ بص يا فندم، القدرات العقليه بتاعت اي انسان فينا هي اللي هو الاي كيو اللي حضرتك ذكرتيه، ده بيثبت عن سن 14 سنه خلاص. بعد سنة بيثبت يعني بيثبت خلاص، يعني انا لغايه 14 سنه الاي كيو بتاعي، وانا النهارده بعدها ب 46 سنه ما زال هو خلاص، بتبقى بعد كده خبرات بتبان القدرات العقليه. احنا دايما بنقول الشخصيه بتاعت اي طفل بتيجي من الوراثه، تربيه، ثم الخبرات الحياتيه. الخبرات دي حاجات بتزودي بيها قدراتك العقليه، ولكن القدره العقليه دي القدره على ان انا اتجاوز بعض الاختبارات او بعض الصعوبات بقدراتي انا الشخصيه بالتفكير، الثينكينج بتاعي. في واحد بيبقى عنده عالي، في واحد عنده طبيعي، في واحد اقل. فاحنا لما بنعمل الاختبارات النفسيه هي اختبار ثابت، بتحط ال 100 طفل بتلقي فيه نسبه منهم لا بيتجاوزوا في الاختبار نسبه عاليه جدا. هذه النسبه العاليه دي قدراته هو كده. طب تبقى ايه عباره عن ايه الاختبارات دي؟ الاختبارات دي في اختبارات اللي هي ثابته، اسئله يعني بتساليه بعض، مثلا صوره زي اللي ورا حضرتك، طلع لي منها كذا، شوف لي فيها كذا. في طفل سبحان الله يقول لك قد فيه، بص في مبنى مش عارف ايه، وفي مبنى ايه، وطلعت اربع مباني كذا، وفي صوره كذا، وفي لما اركب بازل يركبوا لك في قوه دقيقة. ملاحظه، قوه عنده قدرات دي ربنا سبحانه وتعالى. بعد ال 14 سنه دي خبرات انت بتزودي، انت بتقدري تمهدي. زمان كنا لما بيجينا طفل انا اسف قدراته العقليه قليله، والاهل بيبقوا زعلانين ومتضايقين، بنتنا ابننا، كنا بندي النهارده في ادويه متاحه لينا بتساعدنا. مش هرجعه 100%، ولكن على الاقل بقول لهم هضمن لكم ان الولد ده او البنت هتدخل جامعه وهتتخرج وكل حاجه. مش بنفس المستوى بتاع الطفل العادي، ولكن هيقدر يتعايش مع المجتمع بتاعه، وانتوا تساعدوني. انا هديكم عندي العلاجات اللي تساعدني موجوده دلوقتي متاحه في السوق المصري. تمام. بس انتوا تساعدوني ان لازم نعوده على حاجات كتير. طيب. هنا دي اسمها الخبرات. طيب احنا هنتكلم عن الدعم اللي ممكن يقدمه الاهالي لاولادهم لو لقوا عندهم هذا الذكاء، لكن حضرتك دلوقتي بتتكلم بتقول انه انا ممكن اقيس ذكاء الطفل من خلال صوره، اقول له شايف طلع لي منها ما اعرفش ايه، طلع لي منها مبنى، طلع لي منها الكلام ده كله. هل عامل السرعه بيفرق؟ طبعا. القدره على الاختيار الدقيق السريع دي بيديك مدى الذكاء والانتباه اللي عنده العالي. في واحد تاني لا بيبقى مشتت، في واحد بيبقى ذكي بيبقى عنده الذكاء عالي بس مشتت، يعني هيبص للصوره بس دي مش قادر يكمل، هينشغل في حاجه تاني. ده بتاع الاي دي اتش دي. في واحد تاني لا قدراته العقليه ضعيفه مش قادر يكمل،